السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا خاتم الابراج، برج الحوت، استخاره روحانيه ببرجك، وان شاء الله باذن الله لشهر نوفمبر شهر الخير والرزق لحياتك بالكامل يا برج الحوت. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. يلا يا برج الحوت انزل في الكومنتات واثبت وجودك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ونشوف توقعاتك الفترة اللي جاية بالصورة اللي هتتفتح على نيتك. سورة الحجرات، بسم الله. برج الحوت، اول حاجة يا برج الحوت انت في خانقة وفي ضيقة من اقرب الناس ليك، وقعوك في مشكلة، المشكلة دي اذتك، طلعت منها فيها قال وكيل، او حصل نميمة عندك والنميمة دي زعلتك خليتك متضايق ومخنوق. عايز اقولك ان انت لازم تخلي بالك من نفسك الايام اللي جاية، علشان في اعمال وسحور بتدور وراك. يعني في ناس مش سايباك في حالك، عايزة توقعك باي طريقة، فانت لازم تخلي بالك من نفسك. بس انا مش عايزاك تقلق، علشان خاطر انت عندك خروج من الهموم وخروج من المشاكل بفضل ربنا سبحان الله تعالى. في اشخاص هيدقوا بابك الايام اللي جايه، خلي بالك علشان خاطر الايام الناس اللي هتدق الباب بتاعك ده انت اللي هتقرر اذا كنت تساعدهم ولا لا. بس انا انصحك ان انت ما تساعدش اي حد، علشان محدش حابب لك الخير يا برج الحوت. انت دايما مظلوم وظالم نفسك مع اشخاص ما يستاهلوش محبتك، مع اشخاص ما يستاهلوش بس ان انت تقول لهم صباح الخير او ازيكم. انت هنا يا برج الحوت صبرت كتير جدا، صبرت صبر ايوب. ناوي على حاجات كتير، عايز تعمل حاجات كتير في نفس الوقت، كل حاجة يعني انت عايز تحدد مصير وفي نفس الوقت قلقان. الشريك بينك وما بينه مشاكل، بينك وما بينه توتر. عندك طاقة تفكير رهيبة، عايزاك يا برج الحوت لازم تفكر كويس جدا قبل ما تاخد اي خطوة لقدام. يعني تفكر وتحسبها كويس، تحسبها من العقبات وكمان من اي حاجة تخص حياتك تحسبها. انت اليومين دول بس انت حاسس بالخنقة والضيقة بسبب التوتر اللي في حياتك، وبسبب ان اقرب مليك جايين عليك. ومش كده وبس، كمان ده انت عندك طاقة ندم رهيبة، في حاجات انت ندمان عليها برج الحوت، حاجات كتيرة جدا ندمان عليها. في ظلم وقع عليك، في نعمة راحت منك وانت ملكش اي ذنب فيها، بس حطوا الذنب كله عليك. شايفة كمان انه في صلح بينك وما بين حد بعيد عنك، بينك وما بين حد ليك فترة ما شفتوش بعض، اذا كان الشريك او اذا كان الاهل، الله اعلم. بس انت عندك صلح، والصلح ده هيبقى انت محتاجه. يعني انت مستني صلح، او مستني تغيير، او مستني انطلاقة جديدة، فاللي انت مستنيها هيحصل باذن الله. بينك وما بين الشريك مشاكل، بينك وما بين الشريك مشاكل، بينك وما بينك الاخوات طعنات وغدر. يعني انا شايفه لك هنا بينك وما بين الاخوات مشاكل، بس هيبقى في صلح. في حد عندك توفى يا برج الحوت، والحد ده انت زعلان عليه وسايب لك نغزه في قلبك رهيبه. عندك خير هيجي لك من واحده ست، بس حاول تستغله صح، وتخلي بالك من نفسك كويس جدا، وتعرف التزاماتك، وتحسن من اللمسه الجنيه العاشقه اللي مش سايباك في حالك وعامله لك دايما توتر وحيره، وعلشان كده بتصحى من النوم مخنوق ومتضايق ومش طايق نفسك. بسم الله ما شاء الله.
بص يا برج الحوت، الناس اللي مش سايباك في حالك دي، ودايما بتتكلم على المشاكل، دايما بتحب النميمة، ولا تديهم ودنك، اوعى ترديهم ودنك عشان خاطر هم اصلا ناس مش كويسين. اللي يجيبوا في سيرة حد يا برج الحوت تماما يبقى مش محتاجين، هم اصلا ناس مش كويسين. بس انت لازم تخلي بالك كويس جدا، الايام اللي جاية هيكون في خير باذن الله، وهيكون في رزق في حياتك، انت مستني الرزق وبالفعل هيجي لك الرزق. بالك مشغول جدا بصحتك، بالك مشغول جدا بصحتك، روحانياتك عالية يا برج الحوت، بتربط الاحداث كلها ببعض وبتطلع نتيجة رهيبة ما شاء الله عليك بجد، روحانياتك عالية جدا، دايما بتعمل اقصى مجهود علشان توصل لهدفك، ما بتحبش الحاجة تجيلك بسهولة، بتعمل مجهود عظيم عشان خاطر توصل لهدفك، وبإذن الله هتوصل لهدفك عشان انت دايما متألق ودايما باصص لقدام. واحلى حاجة فيك يا برج الحوت ان انت دايما متفائل، متفائل ببكرة، متفائل باللي جاي. لو انت عندك طاقة سلبية بسبب اشخاص دخلوا حياتك، يا ريت تطلعوها وتبصوا للطاقة الإيجابية اللي هتدخل حياتكم الأيام اللي جاي. الحاجة اللي انت اتعودت عليها هي اللي هتكون فيها، فلو انت اتعودت على الطاقة السلبية حاول تطلع منها عشان خاطر في نعمة هتجيلك. تعب نفسي من الشريك، بمعنى أصح الشريك مأثر عليك في حاجات كتيرة جدا، عندك خروج من الحالة بتاعتك السيئة أو خروج من الحالة اللي انت مضايقاك، عندك حاجة عاطلة في محكمة بقالها مدة، عندك ورق، إما ورق سفر لا إما ورق خروج من اللي انت بتمر بيه حاليا، الله أعلم، بس انت عندك ورق خير الفترة اللي جاية، وعندك طاقة تانية مختلفة. كمان انت الفترة دي متسرع جدا في قراراتك، متسرع جدا في قرار، في كلام، في يعني بقيت مندفع بطريقة رهيبة، دمك دايما حامي او دمكم دايما حامي، مشكلتكم ان انتوا بتغيروا جدا على الشريك، والشريك مش قادر يفهم الحاجة دي، وبعض الامور بيبقى فيها مشاكل وبيبقى فيها ضغوط نفسية، حاولوا ان انتوا تتماسكوا شوية في اعصابكم، وبلاش ان انتوا تبينوا للشريك حبكم الزايد، علشان الشريك شايف ان ده عدم ثقة، وان ده تحكمات زايدة عن اللزوم، فبالتالي انتوا كده مضغوطين وبتضغطوا نفسكم في حاجات كتيرة جدا. حصل عندكم خيانة، والخيانة دي انتوا اكتشفتوها وقررتوا ان انتوا ما تتكلموش عنها، بس انتوا ناويين تردوا اللي حصل عندكم اكتر من مرة. عندكم تفاحة، والتفاحة دي هتكون خير ليكم، او بمعنى اصح هتخرجكم من الضيق والخنقة اللي انتوا بتمروا بيه خلال فترة معينة باذن الله. كمان النوم بتاعكم مش مستقر، 24 ساعة تفكير، وبتضغطوا على نفسكم. واقدر ابشركم ان شاء الله باذن الله بنجاح مشروع حلو جدا، انتوا ماشيين في طريق خير، والطريق الخير ده هيبقى فيه مشروع، او انتوا بدأتوا مشروع جديد، او انتوا ناويين تبدأوا مشروع جديد، كل يعني المشروع اللي عندكم ده هينجح باذن الله. الفترة دي كمان انتوا فقدتوا حد عزيز على قلبكم، الحد ده كنتوا بتحبوه قوي، او كنتوا كده بتحسوا قد ايه الشخص ده بيديكم دفعه لقدام، قد ايه الشخص ده لطيف، قد ايه الشخص ده كويس، قررتوا ان انتوا تتعاملوا في شويه، يعني البعض منكم اصلا بسبب العصبيه الزايده اللي عندكم، القولون عندكم عصبي 99% عندكم القولون عصبي، وعندكم وجع في الجسم بتطلع لكم كده بالضغط النفسي اللي انتوا فيه، فدايما اقول ان انتوا تهدوا اعصابكم، وبلاش ان انتوا تفضلوا طول الوقت تضغطوا على نفسكم. في حد انت ناوي تدافع عنه، لا اما هتشهد عنه حقيقه كويسه، او حد انت هيبقى قاعد في موضوع كده، او هتبقى قاعد وحد هيقول على حد كلام، فانت هتندفع جدا وهتقول ان الكلام ده ما حصلش وهتتكلم عليه. ليه؟ علشان انت مش عايز ان الشخص ده اللي انت هتدافع عنه هيكون فعلا مخلص جدا ليك، وبيكون دايما فعلا بيحبك. في حد عندكم ممتاز جدا ان هو يستفزكم، ممتاز جدا ان هو يتكلم عليكم، وان هو يجيب في سيرتكم، ودايما بينك وما بينه او بينك وما بينه مشاكل على طول. على اتفه الامور، الاسباب دي على اتفه الاسباب الصغيره، دايما في مشاكل بينك وما بين الاسره، دايما كده حاسين. انا عايزه اقول لكم ان انت معمول لكم سحر بالوقف الحال، بكل حاجه، وقف الحال ده مأثر عليكم انتوا، مأثر على اولادكم، مأثر على الشريك، مأثر حتى على الاسره، وده هو اللي مسبب لكم الضغط اللي انتوا فيه. السحر ده بيتجدد لكم حاليا، واقف
بس تأثيره لسه موجود، تأثيره مأثر عليكم في ايه؟ مأثر عليكم ان انتوا مش طايقين تتكلموا مع حد او عايزين تتكلموا مع حد. فعشان كده انتوا حاولوا ان انتوا تتخلصوا من السحر ده وتتحصنوا نفسكم على طول، ويبقى تستحموا بمية وملح، وتخلوا بالكم من اي حاجة سلبية مأثرة عليكم. حاليا السحر ده واقف، فطول ما هو واقف انتوا تأثيره السلبي عليكم يعني لو كان تأثيره 100% فتأثيره حاليا 10%. فانتوا دي اكتر فترة ممكن تجددوا، اكتر فترة ممكن تطلعوا، اكتر فترة ممكن تبصوا لنفسكم وتشوفوا حياتكم بشكل جديد عندكم. كمان الفترة دي اكتر من حاجة هتبان قدامكم، وهتكون كده زي الترابيزة مكشوفة، وهتاخدوا برضو قرارات حاسمة فيها. في حمل كبير جدا على كتفكم، مسؤولية كبيرة او حاجة كبيرة على كتفكم عايزين تاخدوها. من وقت للتاني كمان عندكم وجع في الجسم، الفترة دي عندكم حاجة مؤثرة عليكم في وجع جسمكم. في حد عايز يجيب لكم هدية وانتوا هترفضوا، علشان هتحسوا ان هو بيخطط لكم حاجة، او انتم مش متفائلين خير من الشخص ده. في شوية معاناة من وقت للتاني بتعيشوها، وده بسبب الضغوط اللي عندكم، وبسبب برضو الأيام اللي جاية. نعمة حلوة جدا، عندك حد في ضيقة، حد في خانقة، حد في توتر، حد انت زعلان عليه عشان خاطر هو في خانقة. الحد ده هيبقى فيه طريق حلو جدا الأيام اللي جاية. بص بص بيقول لك ايه، يا أيها الذين آمنوا، الظن والمشاكل والناس اللي بتتجسس يا برج الحوت دي، ناس مش سايباك في حالك، في ناس مش سايباك في حالك، في كلام كتير جدا بيدور ورا ظهرك. وارجع اقول لك تاني يا برج الحوت، اقرب مليك ما اتقاش ربنا فيك، اقرب مليك ما اتقاش ربنا فيك. يعني ايه؟ يعني اقرب مليك هو ظلمك. يعني بص انت هنا مظلوم، اكلين حقك يا برج الحوت، اكلين حقك. عندك طفل جديد الايام اللي جاية، الايام اللي جاية يكون عندك طفل جديد حلو، وهيبقى عندك ثقة بنفسك أكتر، وهتغير من نفسك، وهيبقى عندك إيمان قوي بقلبك، وهتبص لبعدين، مش هتبص لتحت رجليك أبدا. بسم الله ما شاء الله. انت أخيرا هتكون متألق يا برج الحوت، حياتك هتتألق وهتكون جميلة. اللي راح راح يا برج الحوت، ما تبصش عليه، بص للي جاي بس. لو انت بينك وبين الشريك مشاكل فهيحصل صلح. عندك شغل جديد، دخل جديد، حياة جديدة، بداية جديدة، عندك حاجات كتيرة جدا هتغير من حياتك الايام اللي جاية. انت ناوي على التغيير، وبالفعل هتحصل على التغيير. ناوي على الفرحة، بالفعل هيكون عندك فرحة. بسم الله ما شاء الله. في أمور هنا هترجع لك الأيام اللي جاية، في أمور هنا هترجع لك الأيام اللي جاية. خلي بالك علشان خاطر انت عندك توفيق في حياتك. انت اليومين دول بس حاسس ببعض الخنقة وبعض التوتر في حياتك، بس الأيام اللي جاية عندك خير، فلازم تكون مستعد للخير اللي هيجيلك علشان خاطر تكون دايما متألق لقدام. حاول تسيطر على الخير اللي هيجيلك، وما تخليش أي حد يعرف عنه حاجة، ما تخليش أي حد يتدخل في حياتك أو يتدخل في حاجات ما تخصك، ما يخصهوش. عندك حد قاتل الحرية بتاعتك يا برج الحوت، هنا كام يوم
وهتبقى في حاجة في حياتك مختلفة، في حاجة في حياتك هتكون مختلفة، فياريت تخلي بالك كويس جدا من نفسك وتكون حريص على هدومك وعلى شكلك وعلى أي حاجة تخصك، عشان خاطر انت يا برج الحوت محسود، عندك سفر الأيام اللي جاية انت مستنين، في حاجة عندك كل ما تيجي تنوي عليها بتتأجل، كل ما تيجي تنوي عليها بتتأجل، كل ما تقول خلاص هانت بترجع أسوأ مكان، في موضوع مش عاجبك، في موضوع مش عاجبك عندك وشاغل بالك جدا، انت اللي مزعلك ان هم كلوا مالك، اللي مزعلك ان هم ظلموك، اللي مزعلك ان هم حد هنا عندك حد في حياتك بيعدي بأزمات، او انت شخصيا بتعدي بأزمات، لكن عندك انفراجة حلوة جدا، والانفراجة دي هتحسن حالتك النفسية الفترة اللي جاية، وعشان كده انت مركز جدا على الهدف. عندكم مرات اخ مش حابتكم بالخير، بتتفق عليكم للأذى، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. عندك مفاجأة هتحصل، المفاجأة دي هتكون حلوة جدا، او في نفس الوقت ممكن تكون انتوا كنتوا بتحضروا لها بقالكم مده، بس حس العراقيل، حس شويه مشاكل شويه ضغوط، فالوقت ده مناسب جدا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب، بس خلي بالك كويس جدا من كل الناس اللي حواليك. عندك تفكير رهيب جدا الفتره دي، مفيش نوم خالص، انتوا ما بتناموش اصلا، عندكم شويه تعب في المعده، شويه تعب جسديا، انتوا يعني انتوا طيبين جدا، دايما بتحكموا بالعداله، دايما اشخاص متفوقين جدا في كلمه الحق، بس انتوا عملتوا عمليه او ناويين تعملوا عمليه او حاطين عمليه معينه في دماغكم الله اعلم، بس ما تخافوش، انتوا لو هتعملوا عمليه فهتعملوها ان شاء الله باذن الله، مفيش الم مفيش وجع زي ما انتوا فاكرين وحاطين في بالكم الاوهام الكتيره جدا. المناعة عندكم ضعيفة الفترة دي، فلازم تركزوا كويس جدا ان انتوا تهتموا بصحتكم زيادة عن اللزوم، علشان خاطر انتوا اللي مناعتكم في النازل، وطول ما مناعتكم في النازل الوضع اللي انتوا فيه ده ما ينفعش خالص. عندكم كمان هنا خير، والخير ده جاي لكم حلو جدا، بس انصحكم دايما ان انتوا ما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم الشخصية، اذا كان خير اذا كان مال اذا كان حد زي ما يكون، ما تحكوش علشان الكلام الكتير بيرجعكم لورا، وفعلا انتوا بتعانوا من الحسد الشديد، الحسد الشديد ده هو اللي مخليكم دايما عندكم وجع في الكتف وفي المعدة، ودايما تفكير كتير جدا، حتى معدل النوم بتاع صحتكم بدأ يقل، وعصبية واضح جدا على شكلكم، فلازم ان انتوا تهتموا بصحتكم الفترة دي، وتخلوا بالكم من الوجع اللي بيجي لكم فجأة، والنغزة والدوخة اللي بيجي لكم. بسم الله ما شاء الله عليكم هنا، رغم ان ظهر لكم حسد شديد، بس هتكونوا متفوقين وهتعدوا الايام دي على خير. عندك هنا فرحة خلال الايام اللي جاية انت منتظرها، في شخص كمان بيحبك جدا هيعترف لك بالحب ده، وممكن كمان من بعد الطاقة اللي انت هتاخدها ممكن تقرر تسافر، تقرر ان انت تشوف الحياة بشكل مختلف. عندك شوية ضغوط على العمل، أو ضغوط في العمل، ضغوط في الحياة عندك معينة الله أعلم. عندك هنا شوية كلام في العاطفة، شوية أمور في العاطفة، شوية حاجات تخص العاطفة عندك، لكن الوضع اللي أنت فيه ده هتكون فيه طاقة إيجابية وفيه تفوق. البعض منكم هنا عنده كده الحاسة السادسة العالية اللي بيحس بكل حاجة بتحصل، أو بيربط الأحداث ببعضها فبيطلع له نتيجة مذهلة، فكمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم نور من بعد الظلمة، وفي نفس الوقت ممكن يكون في مكالمة تليفون جميلة، ففيها تعويض، فيها خروج، فيها إثبات وجود، هتطلع من اللي انتوا فيه، ممكن يبقى في طاقة حلوة، فراق حلو الله أعلم، وزي ما قلت لكم هيبقى في عزومة حلوة، وهيبقى في طاقة حلوة جدا هتفرحكم. كمان انتوا الفترة دي حرفيا ماشيين بالتوازن، اي نعم الفترة اللي فاتت ما كانش فيه توازن عندكم في حياتكم خالص، بس الفترة دي انتوا قلتوا احنا لازم نكون عندنا توازن في كل حاجة في حياتنا، ولازم يعني نقدر ان احنا نصلح اخطائنا اللي احنا بنخطئها، وزي ما قلت لكم عندكم مرات الاخ او وطرف تاني بيتدخل في خصوصياتكم، عشان كده عامل لكم مجوع عليك، وانت كنت كويس معاهم، دايما كنت بتفعل الخير ومردوش عليك غير القاسية يا برج الحوت، دي حاجة ما تزعلش، هم أصلهم كده، فأنت المفروض ما تزعلش وتخلي عندك يقين بالله إن ربنا هيغير حالك. أنت داخل في كذا حاجة، في كذا مشروع، في كذا اجتماع، داخل في كذا حاجة، فالحاجات اللي أنت داخل فيها دي بإذن الله هتفرحك وهتديك الأفراح الحلوة اللي أنت مستنيها.
لازم تخلي بالك من نفسك كويس جدا، وما تدخلش اي طرف تالت بينك وما بين الشريك، عشان في ناس كتيرة جدا مش حبالك الخير ودايما بيتكلموا عليك بطريقة رهيبة وعايزين لك المشاكل. فانت لازم تخلي بالك من نفسك كويس جدا. الايمان اللي هيدخل حياتك الايام اللي جاية هتكون انت تستاهله. تحياتي ليك يا برج الحوت، قراءتك كانت جميلة وكان فيها راحة بال، بس لازم تخلي بالك من نفسك كويس جدا، لازم تكون حريص على نفسك اكتر، وانتظر التوقعات بتاعتك الجديدة اول باول.